السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواف العقيدي يكذب روبرت مانشيني، ايه الحكاية وايه الموضوع وايه التفاصيل؟ تعالوا نخش في الموضوع لان احنا محضرناش ايه اللي حصل بين الاتنين في المعسكر وايه اللي اتقال جوه المعسكر، عشان روبرت مانشيني بيقول ان التلاتة ان كان سلمان وسلطان الغنام ونواف العقيدي مشيوا بمزاجهم وهم اللي عاوزين يمشوا من معسكر منتخب مصر. الكلام ده يدخل العقل؟ مبدئيا الكلام ده ما يدخلش العقل، مفيش حد مش عاوز يمثل منتخب بلاده. يعني انت منتخب بلادك بالنسبه لك ان انت تلعب فيه دي حاجه اساسيه وحاجه كبيره جدا. وفي نفس الوقت روبرت مانشيني بيقول انا صاحب القرار. انت صاحب القرار؟ انت حقيقتك لو شايف ان نواف العقيدي وسلمان وسلطان الغنام يفيدوا المنتخب فانت عليك ان انت تضمهم. ان هم رفضوا وما انضموش للمنتخب ساعتها في لائحة وفي عقوبات وفي اتحاد كورة وفي موضوع كبير جدا انت ممكن تتكلم عليه، لكن انت تقول لي ان اللاعب رفض ان هو ينضم لمنتخب بلاده فده موضوع عاوز حاجات كتير جدا، عايز خطوط عريضة ان انت تتكلم عليها. ليه؟ لان في الوقت نفسه اللعيبة مثلا نواف العقيدي بيقول الكلام ده ما حصلش. انت دلوقتي بتقول ان نواف العقيدي قال لمدرب حراس المرمى ان هو ما يرغبش في التواجد طالما مش هيكون حارس المرمى الاساسي. ده معنى الكلام والتفاصيل اللي حصلت في المؤتمر الصحفي. فاذا من هنا تم ان انت بتستبعده في نفس الوقت في نفس المؤتمر بعد الجملتين اللي انت بتقولهم او قبليهم كمان وبعديهم قلت ان انا صاحب القرار. طب انت صاحب القرار، طالما انت صاحب القرار في المنتخب يا كابتن روبرتو مانشيني فانت ده هيتضم، خلاص هينضم. انت اللي بتقرر مين يلعب ومين اللي ما يلعبش. انت بتقول لي ان سلمان قال ان هو مش هيلعب في المباراة الودية، طبعا انت صاحب القرار برضو وانت اللي ممكن تبلغ لجنة الانضباط. اكيد في لجنة انضباط في اتحاد الكرة السعودي هي اللي تاخد اجراءات الموضوع مع سلمان ولا سلطان ولا نواف العقيدي. لكن انت بعد ما تستبعد اللعيبة وتدي مساحة من الكلام وتطلع في تصريح وتقول ان اللعيبة هي اللي طلبت ان هي تمشي من المعسكر وما تنضمش للمنتخب، فهنا الكلام ضدك مش معاك. يعني انت ما طلعتش، اولا انت ممكن تكون ما طلعتش من مزاجك عشان تتكلم، بس ممكن تكون في النقطة دي يعني ما تتكلمش فيها لان انت مثلا مدير فني ناجح فانت مش ناجح في كل حاجة. حتة ان انت تتكلم وتتحدث وتتكلم في نقطة زي دي وتقول ان نواف العقيدي هو اللي رفض ان هو يكمل مع المنتخب كحارس مرمى تاني، ده معنى الكلام اللي طلبه من مدرب حراس المرمى. طيب الكلام ده يعني في الوقت نفسه حيث كان يطرح ويتعاقب عليه نواف العقيدي لو كلامك سليم لو كلامك صحيح، لكن تطلع بعد ما تمشيته من المؤتمر فهو الراجل بيكذب وحيث ان هو يقول ان الموضوع ده ما حصلش وغيره يقول الكلام ده ما حصلش. كنت ممكن يا روبرت مانشيني تخلص الموضوع في كلمتين ثلاثة كلمتين ثلاثة وتسيس الأمور وتعدي الموضوع، تقول انا مش عايز كلام في الموضوع دلوقتي، تقول ان دي اختياراتي، تقول ان انا المسؤول الاول والاخير عن المنتخب او المنتخب السعودي فمحدش يسالني، او النقطه دي اختياراتي او فانت كنت هتبعد عن الموضوع، او تقول ان ده مش وقت الكلام في نقطه مين استبعد ومين ما استبعدش عشان التركيز داخل الملعب وجزاء داخل المستطيل الاخضر. خلاص احنا جوه البطوله فانت مش عاوز تفتح باب كلام لسلطان الغنام مشي ليه وسلمان مشي ليه ونواف العقيدي مشي ليه. لان انت مثلا هو اكتر كلام ان انت نواف العقيدي ايه سبب مشانه، لانه حارس المرمى التاني بعد محمد العويس. محمد العويس لو يعني حصل هو حارس مرمى متواجد بيلعب في فريقه حارس مرمى جيد او ممتاز، لكن تستبعده مرة واحدة كده وتقول اصل هو اللي طلب، لا ما فيش طبطبه. وبعدين انت بتقول بنفسك وبترد على نفسك يا روبرت مانشيني ان ما فيش طبطبه. طب خلاص يبقى الموضوع كله انت هتلعب، يعني هتلعب كويس مش وحش، انت هتلعب انت اللي شايفه انت اللي بتقول للامر ليك انت المسؤول عن المنتخب، فما تقولش ان واحد لا بمزاجه عاوز يمشي فبيمشي. طب هل لو واحد طلب ان هو يدخل المنتخب هتدخله المنتخب؟ لا، ما احنا نحسبها بالعقل. انت جاي عشان تاخد الانسب وتلعب الانسب. فطيب نواف العقيدي وسلطان وسلمان من الانسب الناس اللي موجوده هتضمهم وتديهم الامر ان هم يلعبوا، ما لعبوش دول هيتعاقبوا في حته تانيه في حته تانيه. المؤتمر ماشي مؤتمر جميل جدا، بس النقطه دي اللي انت اتكلمت فيها وفتحت فيها يعني انا شايفها مش جيده مش متميزه. مش عارف
يعني ممكن يكون، انا شايف ان وليد الفراج بيتكلم في صالحك في النقطة دي، لكن النقطة دي ضدك. انا ما بختلفش عليك كمدير فني، مدير فني ناجح وعندك شغلك وعندك تاريخك وعندك اسمك، لكن النقطة اللي اتكلمت بيها بخصوص نواف العقيدي وسلطان غنام وسلمان ان هم استبعدوا بمزاجهم ان هم مش عاوزين يلعبوا في المنتخب، دي انت مش موافق فيها، ومن الواضح قوي ان في لبس كبير جدا. يمكن اتكلموا معاك عربي وانت ما تفهمش عربي، او انت اتكلمت معاهم بلغتك ايطالي وهم ما بيفهموش ايطالي، فالموضوع كله في لبس وفي حاجة لازم نفهمها في النص، يا اما احنا بقى اللي مش فاهمين كنتوا ثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواف العقيدي يكذب روبرت مانشيني، ايه الحكاية وايه الموضوع وايه التفاصيل؟ تعالوا نخش في الموضوع لان احنا ما حضرناش ايه اللي حصل بين الاتنين في المعسكر وايه اللي اتقال جوه المعسكر، عشان روبرت مانشيني بيقول ان التلاتة ان كان سلمان وسلطان الغنام ونواف العقيدي مشيوا بمزاجهم وهم اللي عاوزين يمشوا من معسكر منتخب مصر. الكلام ده يدخل العقل؟ مبدئيا الكلام ده ما يدخلش العقل، مفيش حد مش عاوز يمثل منتخب بلاده. يعني انت منتخب بلادك بالنسبه لك ان انت تلعب فيه دي حاجه اساسيه وحاجه كبيره جدا. وفي نفس الوقت روبرتو مانشيني بيقول انا صاحب القرار. انت صاحب القرار؟ انت حقيقتك لو شايف ان نواف العقيدي وسلمان وسلطان الغنام يفيدوا المنتخب فانت عليك ان انت تضمهم. ان هم رفضوا وما انضموش للمنتخب ساعتها في لائحة وفي عقوبات وفي اتحاد كورة وفي موضوع كبير جدا انت ممكن تتكلم عليه، لكن انت تقول لي ان اللاعب رفض ان هو ينضم لمنتخب بلاده فده موضوع عاوز حاجات كتير جدا، عايز خطوط عريضة ان انت تتكلم عليها. ليه؟ لان في الوقت نفسه اللعيبة مثلا نواف العقيدي بيقول الكلام ده ما حصلش. انت دلوقتي بتقول ان نواف العقيدي قال لمدرب حراس المرمى ان هو ما يرغبش في التواجد طالما مش هيكون حارس المرمى الاساسي. ده معنى الكلام والتفاصيل اللي حصلت في المؤتمر الصحفي. فاذا من هنا تم ان انت بتستبعده في نفس الوقت في نفس المؤتمر بعد الجملتين اللي انت بتقولهم او قبليهم كمان وبعديهم قلت ان انا صاحب القرار. طب انت صاحب القرار، طالما انت صاحب القرار في المنتخب يا كابتن روبرتو مانشيني فانت ده هيتضم، خلاص هينضم. انت اللي بتقرر مين يلعب ومين اللي ما يلعبش. انت بتقول لي ان سلمان قال ان هو مش هيلعب في المباراة الودية، طبعا انت صاحب القرار برضو وانت اللي ممكن تبلغ لجنة الانضباط. اكيد في لجنة انضباط في اتحاد الكرة السعودي هي اللي تاخد اجراءات الموضوع مع سلمان ولا سلطان ولا نواف العقيدي. لكن انت بعد ما تستبعد اللعيبة وتدي مساحة من الكلام وتطلع في تصريح وتقول ان اللعيبة هي اللي طلبت ان هي تمشي من المعسكر وما تنضمش للمنتخب، فهنا الكلام ضدك مش معاك. يعني انت ما طلعتش، اولا انت ممكن تكون ما طلعتش من مزاجك عشان تتكلم، بس ممكن تكون في النقطة دي يعني ما تتكلمش فيها لان انت مثلا مدير فني ناجح، فانت مش ناجح في كل حاجة. حتة ان انت تتكلم وتتحدث وتتكلم في نقطة زي دي وتقول ان نواف العقيدي هو اللي رفض ان هو يكمل مع المنتخب كحارس مرمى تاني، ده معنى الكلام اللي طلبه من مدرب حراس المرمى. طيب الكلام ده يعني في الوقت نفسه حيث كان يطرح ويتعاقب عليه نواف العقيدي لو كلامك سليم لو كلامك صحيح، لكن تطلع بعد ما تمشيته من المؤتمر فهو الراجل بيكذب وحيث ان هو يقول ان الموضوع ده ما حصلش وغيره يقول الكلام ده ما حصلش. كنت ممكن يا روبرت مانشيني تخلص الموضوع في كلمتين ثلاثة، كلمتين ثلاثة وتسيس الأمور وتعدي الموضوع، تقول انا مش عايز كلام في الموضوع دلوقتي، تقول ان دي اختياراتي، تقول ان انا المسؤول الاول والاخير عن منتخب او المنتخب السعودي فمحدش يسالني، او النقطه دي اختياراتي او فانت كنت هتبعد عن الموضوع، او تقول ان ده مش وقت الكلام في نقطه مين استبعد ومين ما استبعدش عشان التركيز داخل الملعب وجزاء داخل المستطيل الاخضر. خلاص احنا جوه البطوله، فانت مش عاوز تفتح باب كلام لسلطان الغنام مشي ليه وسلمان مشي ليه ونواف العقيدي مشي ليه، لان انت مثلا هو اكتر كلام ان انت نواف العقيدي ايه سبب مشانه، لانه حارس المرمى التاني بعد محمد العويس. محمد العويس لو يعني حصل هو حارس مرمى متواجد بيلعب في فريقه، حارس مرمى جيد او ممتاز، لكن تستبعده مرة واحدة كده وتقول لي اصل هو اللي طلب، لا ما فيش طبطبه. وبعدين انت بتقول بنفسك وبترد على نفسك يا روبرت مانشيني ان ما فيش طبطبه،
طب خلاص، يبقى الموضوع كله انت هتلعب، يعني هتلعب كويس مش وحش، انت هتلعب، انت اللي شايفه، انت اللي بتقول للامر ليك، انت المسؤول عن المنتخب. فما تقولش ان واحد لا بمزاجه عاوز يمشي فبيمشي. طب هل لو واحد طلب ان هو يدخل المنتخب هتدخله المنتخب؟ لا، ما احنا نحسبها بالعقل، انت جاي عشان تاخد الانسب وتلعب الانسب. فطيب نواف العقيدي وسلطان وسلمان من الانسب الناس اللي موجوده هتضمهم وتديهم الامر ان هم يلعبوا، ما لعبوش دول هيتعاقبوا في حته تانيه، في حته تانيه. المؤتمر ماشي، مؤتمر جميل جدا، بس النقطه دي اللي انت اتكلمت فيها وفتحت فيها يعني انا شايفها مش جيده، مش متميزه، مش عارف. يعني ممكن يكون، انا شايف ان وليد الفراج بيتكلم في صالحك في النقطه دي، لكن النقطه دي ضدك. انا ما بختلفش عليك كمدير فني، مدير فني ناجح وعندك شغلك وعندك تاريخك وعندك اسمك، لكن النقطه اللي اتكلمت بيها بخصوص نواف العقيدي وسلطان غنام وسلمان ان هم استبعدوا بمزاجهم ان هم مش عاوزين يلعبوا في المنتخب، دي انت مش موافق فيها، ومن الواضح قوي ان في لبس كبير جدا. يمكن يتكلموا معاك عربي وانت ما تفهمش عربي، او انت اتكلمت معاهم بلغتك ايطالي وهم ما بيفهموش ايطالي، فالموضوع كله فيه لبس وفي حاجة لازم نفهمها في النص، يا اما احنا بقى اللي مش فاهمين كنتوا ثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.